الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بها ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ف
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ القوم الظالمين صدق الله العظيم.